العافية. أنا المدرب فايز جمعة، مدرب معتمد في التنمية البشرية. رح أكون معكم بهذا الفيديو التعليمي اللي رح نقدم فيه مادة إدارة المشاريع الصغيرة. طبعاً الهدف من مادة إدارة المشاريع الصغيرة هو مساعدة الشباب لإطلاق مشاريعهم أينما كانوا، والهدف من هذا الفيديو التعليمي هو الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين اللي ما بيقدروا يحضروا البرامج التدريبية سواء كان في داخل سوريا أو في خارج سوريا. وهلأ رح نبدأ معكم بالوحدة الأولى اللي هي بعنوان تعريف المشروع الصغير ومواصفات المشروع الصغير. تعريف المشاريع الصغيرة، ما هي المشاريع الصغيرة؟ ما هي أهميتها؟ ما هي خصائص المشاريع الصغيرة؟ ما هي أهداف المشاريع الاستثمارية الصغيرة؟ المشروع الصغير هو المشروع الذي يمتلكه ويديره صاحبه بمفرده. غالب المشاريع اللي نحن عم نشوفها الصغيرة بيكون مسؤول عنها هو اللي أطلقها، هو صاحبها، هو اللي أنشأها. طبعا حجم المبيعات بيكون صغير نوعا ما، وهو ما ينطبق مثلا على سبيل المثال المطاعم وأعمال المقاولات ومحلات بيع الألبسة كأمثلة صغيرة على مشاريع صغيرة. من المعايير التي تميز المشروع الصغير معيار عدد العاملين، إنه عدد العاملين في المشاريع الصغيرة قليل نسبيا، 10 إلى 15 إلى 20 عامل. معيار رأس المال أيضا معيار منخفض. معيار الهيكل التنظيمي انه عدد العمال قليل، كذلك الهيكل التنظيمي للمشاريع الصغيرة نوعا ما بسيط. معيار حجم الانتاج، بطبيعة الحال باعتبار انه هذا المشروع مشروع صغير حجم الانتاج بيكون نوعا ما بسيط وصغير. معيار حصته في السوق، الحصة السوقية كمان بتكون قليلة باعتبار انه هذا المشروع صغير. اذا هي معايير المشاريع الصغيرة كان معيار انه هو عبارة عن مشروع صغير، رأس المال منخفض، عدد العمال قليل، الهيكل التنظيمي صغير، حجم الانتاج قليل. هلأ خصائص المشروع الصغير، اول امر قلة العاملين. طبعا قلة العاملين وبيكون في طابع شخصي على ادارة المشروع الصغير، انه غالبا ما هو اللي اطلق المشروع الصغير صاحبه ومنشئ الفكرة، غالبا بتكون مشروع شخصي. غالب المشروع الصغير المشاريع الصغيرة بتكون مشاريع شخصية. تتميز المشاريع الصغيرة تتميز بمعرفة السوق والزبائن، انه في معرفة عميقة بالسوق، متجذر بالسوق، وطبعا في علاقة وثيقة مع الزبائن. المشاريع الصغيرة كمان لها ميزة انه هي بتكون منبع للابتكار والتطوير والابداع، ممكن تتحول فيما بعد لمشاريع متوسطة، رأس مال منخفض نسبيا عن باقي المشاريع. إذا هي خصائص المشروع الصغير. لو حبينا نمشي ما هو يعني شو بيعني كلمة مشروع؟ كلمة مشروع ممكن تكون فكرة مقترحة تخضع للتقييم. مثلا أنا بدي أعمل مطعم، فكرة مطعم، هاي الفكرة تخضع للتقييم، تخضع للدراسة، تخضع لاتخاذ القرار، تخضع للدراسة وفيما بعد إما يعني أتخذ القرار البدء أو أتخذ قرار عدم الفعل. كمان قد يتم تنفيذها وعدم تنفيذها أو الرجوع عنها إن لم تكن مناسبة للسوق، إن كانت يعني إن كانت تحتاج إلى رأس مال أكبر، إن كانت تحتاج إلى دراسة أعمق يمكن الرجوع عنها، أو تنفيذها بعد إدخال التعديلات. اللي بده يعمل فكرة مطعم مثلا ممكن يعمل فكرة مطعم مناسبة، يشوف مثلا السوق شو هو المطلوب بالسوق، شو هو احتياج السوق، وبعدها يدخل تعديلات على فكرة المطعم بما يتناسب مع السوق وينطلق فيها. المشروع الاستثماري عبارة عن اقتراح لإنشاء يعني كيان جديد أو مشروع جديد مستقل يقوم باستخدام الموارد المتاحة وتحويلها إلى منتج، سلعة أو خدمة تعمل على إشباع حاجات مستخدميها بهدف تحقيق عوائد مربحة للمستثمرين. يعني أنا لما بشوف أنه عندي هذا المشروع مؤشر الربح عنده عالي، فأنا مؤشر الربح عندي عالي بهذا المشروع بستمر فيه وبتقدم لحتى أشبع حاجات المستخدمين والفئة المستهدفة. في عندنا أنواع للمشاريع الاستثمارية، طبعا تصنف بعدة تصنيفات، مثلا أنواع المشروع حسب طبيعة النشاط. مشروعات صناعية، في عندنا مشروعات صناعية صغيرة مثل ورشات الإصلاح والصيانة. في عندنا مشروعات تجارية، مشروعات تجارية مختلفة متنوعة. في عندنا مشروعات التشييد والبناء.
في مشروعات زراعية، زراعة كافة المحاصيل، مشروعات خدمية أيضا، في خدمات كثيرة ممكن أنه نلبيها بالسوق ونعبر عنها بمشروع خدمي صغير. أنواع المشروعات حسب نوع الملكية، في عندنا مشروعات خاصة ومشروعات عامة. طبعا المشروعات الخاصة لها أهداف، والمشروعات العامة كمان لها أهداف. في عندنا مشروعات مختلطة ما بين الخاصة والعامة. مشروعات ممكن يكون شخص أخذ مشروع عند الدولة مثلا، تحول من مشروع عام إلى مشروع خاص. أهداف المشروع الخاص وأهداف المشروع العام. طبعا أهداف المشروع الخاص، على رأس مثلا أهداف المشروع الخاص تحقيق أقصى ربح ممكن. يعني أنا لما بدي أعمل أي مشروع، أول شيء بفكر فيه إنه ما هو مقدار الربح، متى سأسترد رأس المال، ما هي الفائدة المرجوة من هذا المشروع، تحقيق أقصى قدر من المبيعات. ما يمكن إنه أنا أحقق يعني ربح عالي إذا ما كان عندي مبيعات عالية. تحقيق أهداف اجتماعية كالمساهمة بمثلا تخفيض عدد البطالة، بمشاريع تطويرية للمجتمع أو خدمية للمجتمع. بالنسبة لأهداف المشروعات العامة، أول أمر تحقيق المنفعة العامة. يعني لما بيكون مثلا عند الدول مثلا إنشاء حديقة أشجار أو حديقة عامة، أول أمر هو تحقيق منفعة عامة للدولة أو للناس. الأمر الثاني والهدف الثاني دعم خزينة الدولة بمال يعود عليها من نتيجة استثمار هذه المشاريع. وبعد ما عرفنا تعريف المشاريع الصغيرة وخصائصها وأهدافها، هلأ رح ننتقل إلى الوحدة الثانية اللي هي بعنوان دراسة الجدوى للمشاريع الصغيرة. طبعا في عندنا مهمة جدا دراسة الجدوى، الحقيقة مهمة لأنه تعتبر منهج عمل للمشروع ككل، منهج عمل بسيط لمدى صلاحية هذا المشروع، هل يصلح للتنفيذ، هل يصلح للاستمرار فيه أم لا. كمان مدى أهمية دراسة الجدوى تكمن في أنه في عندي موارد وأنا لازم استثمر هاي الموارد باستثمار أفضل. أيضا مطلب أساسي لأي مشروع هو وجود دراسة جدوى، من أين أحصل على التمويل، ما هو الترخيص المطلوب، ما هو رأس المال المقدر، من سيكون معي في هذا المشروع إلى آخره. أهمية خصائص دراسة الجدوى، التعامل مع المستقبل. دائما دراسة الجدوى تنطلق من الحاضر إلى المستقبل، ما الذي سيحدث هنا في المستقبل. طبعا الترابط واعتماد مرحلة على كل مرحلة على النتائج الإيجابية للمرحلة السابقة. كمان من النتائج الإيجابية لدراسة الجدوى التكامل واشتراك عدة تخصصات في إعدادها. ممكن يكون عندي دراسة جدوى مالية، دراسة جدوى فنية، دراسة، وهلا حنحكي عليهم واحدة واحدة. في عندنا تقييم بسيط قبل ما نبدأ بدراسة الجدوى، تقييم بسيط عن الفكرة، أي فكرة. أنا بدي أشتغل بمشروع صغير. في ناس بيستطيعوا مباشرة يعني يفكروا بأفكار جديدة لماحين، بيلتقطوا فكرة جديدة وبينطلقوا فيها مباشرة بمشروعهم الخاص. وفي ناس لا، أحيانا بيترددوا كثيرا. فما هي معايير تقييم أي فكرة؟ هل يقصد بالفكرة الجديدة التي سأطلق بها مشروعي، هل يقصد فيها منتج جديد أن يكون لأول مرة في السوق مثلا؟ في بعض المشاريع قائمة على هذا الأمر، إنه يكون منتج جديد لم يطرح سابقا في السوق، هذا منتج جديد لأول مرة. في عنا ممكن إدخال تعديلات جوهرية على منتج موجود، تعديلات أساسية على جوهر موجود، على منتج موجود، وتغييره تغيير كلي. في عنا تعديلات شكلية على هذا المنتج، حتى ممكن أنا يعني أطرحه بشكل جديد. مثلا عندي مثلا طقم صلاة، أنا ممكن أعدل عليه تعديلات شكلية، مثلا ممكن أحط له جيب، ممكن أحط له إضافات بسيطة ونزله بشكل جديد في السوق. إذا حبينا نعرف دراسة الجدوى، هي جميع الدراسات التي تسبق تنفيذ المشروع والفرص الاستثمارية لأي فرصة. إذا هي جميع الدراسات التي تسبق تنفيذ المشروع والفرص الاستثمارية لأي فكرة من أجل اتخاذ القرار لتنفيذها في حال كان المشروع رابح، أو عدم تنفيذها في حال كان المشروع خاسرا. يعني أنا مثلا حبيت أعمل مشروع مثلا سوبر ماركت صغير، إذا حبيت أطلق هذا المشروع، فأول شيء لازم أعمله هو، هي فكرة ممتازة، بس قبل ما أتورط
وروح ادفع راس مالي مباشرة واستاجر المكان، لازم وقف يوم أو يومين، اعمل دراسة جدوى لهذا المشروع، ادرسه من كافة الجوانب كما سنأخذ لاحقا. إذا كان هذا المشروع رابح فأنا مباشرة أبادر وأنفذ هذا المشروع، إن لم يكن هذا المشروع رابحا لا أنفذ هذا المشروع وأبتعد. كيف أعرف أن المشروع رابح أم خاسر؟ أول أمر دراسة ظروف العرض والطلب، في طلب على هذا المشروع ولا ما في طلب. طبعا بدنا ندرس البيئة، ننزل للسوق كما تحدثنا سابقا، أنظر مثلا هل هناك عرض وطلب، هل هناك طلب على هذا المشروع. فرضا أنا حبيت مثلا أنه أعمل مركز تدريبي، هل هناك عرض لهذا المنتج؟ هل هناك من قام بهذا الأمر قبلي؟ هل هناك من قام بتنفيذ هذا المشروع قبلي؟ ما هي نتيجتهم؟ هل هناك طلب جديد؟ أيضا ممكن أفكر مثلا بالتشبيك مع مشاريع قائمة، وهل يمكن أن أشبك مثلا مع جامعة، مع شركة، مع مدرسة، مع مشاريع شبيهة؟ مصادر أخرى ممكن يكون عندي اكتشاف فرصة من خلال مثلا أنه أنا زرت معارض أو عرفت بملتقيات أو ربما قرأت بجريدة معينة خبر فالتقطت فرصة ممكن أنه أنطلق فيها بمشروعي، وبالتالي صار عندي 3 مؤشرات أنه أعرف أنه المشروع رابح ولا لا. أول مؤشر هو الطلب وحجم الطلب على هذا المشروع وحجم العرض. 2، إذا كان ممكن تشبيك مع مشاريع قائمة ورابحة أساسا، يعني إذا كان عندي مشروع مثلا على سبيل المثال مدارس، إذا كان عندي بالحي 4 مدارس، فكرت أنا بأنه أعمل مكتبة صغيرة وحط فيها مكنة تصوير، آلة تصوير، فمباشرة بالنسبة لي ممكن شبك مع المدارس القائمة اللي موجودة، ال5 مدارس الموجودة، ويصير عندي زبائن دائمين وينطلق المشروع من خلال فكرة التشبيك معهم. هلأ أي مشروع صغير يحتاج إلى دراسة أولية، ما الإنسان دائما لازم يحسب المشروع الصغير قبل ما يبدأ سواء كان مشروع صغير أو كبير. هالدراسة الأولية هي تتضمن العناصر التالية: أول عنصر وضع تصور مبدئي لتكاليف وإيرادات المشروع، كم سيكلفني المشروع وكم المصاريف التي سأصرفها على المشروع وكم سيصبح أو كم سيكون هناك إيرادات للمشروع. معرفة مدى حاجة السوق لهذا النوع من المشاريع، إذا كان في حاجة بالسوق أم لا. شو الشكل القانوني للمشروع؟ كيف رح يكون الشكل القانوني؟ هل سيكون شركة خاصة؟ هل سيكون شركة متعددة؟ ما هو الشكل القانوني؟ ثم المرحلة الرابعة دراسة جدوى تفصيلية للمشروع. دراسة الجدوى تتضمن أولا دراسة جدوى تسويقية للمشروع الصغير، 2 دراسة جدوى فنية للمشروع الصغير، وين حيكون المشروع وشو هي مواصفات المكان، دراسة جدوى تمويلية للمشروع، من هم الممولين، دراسة الجدوى التجارية للمشروع. رح نبدأ بالفكرة الأولى اللي هي دراسة السوق أو دراسة الجدوى التسويقية. طبعا أنا ممكن أنزل للسوق أجمع معلومات مجموعة أجمع معلومات من خلال الزبائن، من خلال الناس، ممكن من خلال عملية استقصاء بسيط، انزل للسوق اسأل الزبائن المتوقعين للمشروع ما الدوافع حتى يشتروا، ما رأيهم لو وفرت لهم هذه الخدمة، ما مثلا أنا بدي يعني أعمل مشروع معهد لغات مثلا، فبسأل الطلاب هن الزبائن المتوقعين لهذا المعهد، فبسأل الطلاب شو الدوافع بتسجيل بمعهد اللغات، شو رأيهم إذا أمنت لهم لغات بميزات مختلفة، شو الموجود عند المنافسين إذا كان منافسين. طبعا بدي لاحظ المنافسين كيف عم يقدموا الخدمات، كيف عم يتميزوا فيها، كيف يصلون إلى الزبائن، كيف يتوسعون، كيف يقومون بتأدية الخدمات. كمان ممكن أقوم بعملية اسمها جمع معلومات ثانوية، مثلا ممكن أدرس البيئة، أعرف مثلا أعمار الناس بهاي البيئة، بهذا السوق المستهدف اللي أنا حأفتح فيه المشروع تبعي، أعمارهم، شو طبيعة الأعمال، قديش يتقاضون شهريا، هل هم من الطبقة الفقيرة، من الطبقة المتوسطة، من الطبقة الثرية، بدي أعرف مثلا عدد المواليد، عدد الأشخاص الأطفال،
عدد الطلاب، أريد حسب إذا أنا بدي أعمل مشروع روضة أطفال، فهل يعقل أنه أنا أدخل للسوق من غير ما أعرف عدد الأطفال الموجودين؟ ممكن أتورط بمشروع روضة أطفال ولا يوجد أطفال أضعهم في هذه الروضة. طبعاً ممكن من الدراسة التسويقية كمان أنه أقوم بعملية تقدير الطلب، تقدير حجم الطلب. في عنا طريقة بسيطة جداً أنه أنا ممكن أروح لعند شركات أخرى ليس لها علاقة بمشروعي، فيها ناس بيشتغلوا بالتسويق وناس عارفين السوق بشكل عميق، بسألهم ما رأيكم لو أنا قمت بهذا المشروع، لو قدمت هذه الخدمة، هل لاحظتم أن هناك طلب إلى آخره. ممكن أن أستعين بهؤلاء الخبراء، ممكن أن أذهب إلى آراء المستهلكين اللي هن الزبائن، فأقول لهم هل لو أنا قدمت لكم هذه الخدمات التالية بهذه المواصفات كيف سيكون إقبالكم عليها؟ كم سيكون مدى ارتياحكم؟ هل ستشعرون بالرغبة بالشراء هذه الخدمات؟ إذن هي طريقة بسيطة. في عنا طريقة منسميها طريقة ديلفي، تعتمد على خبراء في مجالي، بروح لعند خبراء متخصصين في الدراسات وهؤلاء يقدرون لي حجم الطلب بالسوق وحجم المبيعات وبيعطوني يعني خارطة واضحة لكم سيكون الطلب وكم سيكون حجم المبيعات بشكل دقيق وعلمي. ننتقل لفكرة تانية اللي هي الدراسة الفنية للمشروع الصغير. طبعا الدراسة الفنية المقصود منها هل يمكن أن أنفذ هذا المشروع من الناحية الفنية أم لا. ربما يتطلب مني المشروع مثلا مكان مستقل، هل يوجد هذا المكان أم لا؟ عدد معين من الغرف هل هي متوافرة أم لا؟ إذن الدراسة الفنية للمشروع تتضمن التالي: أول أمر تحديد مكان المشروع ومواصفاته، وين بده يكون المشروع؟ يا ترى بشارع عام، بشارع فرعي، يا ترى بالطابق الأرضي من البناء، يا ترى بالطابق العلوي من البناء، أين سيكون الموقع، ما هي مواصفات الموقع؟ هذا من الدراسة الفنية للمشروع. كم المساحة المتوقعة؟ بعدين بدي حدد الطاقة الإنتاجية للمشروع، كم سأنتج، كم سيكون لدي من العمال، كم سأنتج. بدي حدد كمان طريقة الإنتاج، تحديد طريقة الإنتاج وتحديد الطاقة الإنتاجية. بدي حدد كمان الاحتياجات من الموظفين والعمال، تحديد التكاليف الإجمالية للمشروع. لو رجعنا لنفس المثال اللي هو مثلا مثال معهد اللغات الأجنبية، لازم أنا أفكر فيه وين حيكون، بأي مكان، يا ترى إذا كان بمكان عام، بمكان قرب الحديقة أفضل ولا كان بقرب الجامعة أفضل، شو المواصفات الداخلية للمكان، كم سيستوعب، كم قاعة سيكون، وهي الطاقة الإنتاجية، كيف لحيكون نوعية الإنتاج، يا ترى منهج بسيط ولا منهج معتمد دولي وعالمي متعارف عليه من الجامعات. بدي حدد كم موظف بدي، كم أستاذ موجود معي، كم سكرتيرة إلى آخره، شو التكاليف الإجمالية للمشروع بهذه المواصفات. هلأ تحديد خصائص مكان المشروع. من خصائص مكان المشروع مثلا خصائص الفنية والطبيعية للموقع، تكاليف الموقع. مثلا إذا قلت أنا بدي موقع 4 غرف أو 5 غرف وعنده مدخلين، هذا تكاليف هذا الموقع، وعلى شارع عام تكاليف الموقع بتكون عالية نوعا ما عن تكاليف موقع آخر بشارع فرعي. في عنا عوامل اقتصادية معينة ممكن اختارها أنا للموقع، أنه طبيعة الناس بهذه المنطقة من النوع الدفيع، الناس طبقة يعني غنية مقتدرة قدرتها الشرائية عالية، هي بتلعب دور بأنه أنا أفضل هاي المنطقة عن منطقة أخرى. تحديد الطاقة الانتاجية بيتم بطريقتين: أول طريقة حجم رأس المال المتوافر معي. إذا كان أنا معي بدي أفتح نفس الأمر، أفتتح معهد اللغات وعندي رأس مال قوي، فحجم رأس المال يحدد الطاقة الإنتاجية، كم قاعة سيكون عندي. مثلا بدل ما يكون عندي 5 قاعات ممكن يكون عندي 10 قاعات، لكن إذا كان 10 قاعات وكانت قاعات فارغة، ما رأيكم؟ هذا مؤشر خاسر. إذن في عندي حجم رأس المال، إذا كان رأس المال قوي يحدد الطاقة الإنتاجية. 2، حجم الطلب، إنه لازم يكون إذا كان في قاعات كثيرة لازم يكون في طلب كبير، لازم سوق، أعلن، يكون في منطقة يعني جديدة، في خدمة متميزة حتى
إذا قررت أنا يكون عندي 10 قاعات، على الأقل إنه هي القاعات العشرة تمتلئ بالطلاب وما تكون فارغة. تحديد طريقة الإنتاج، ممكن بالنسبة لي أبدأ بعدد كبير من العمال، يعني مثلا والموظفين. إذا أنا قلت معهد لغات بدي 10 قاعات، بدي 10 أساتذة، 10 مدرسين معي. هي طريقة الأولى، إنه أنا ممكن أبدأ بعدد كبير من العمال، ممكن أبدأ بعدد كبير. ممكن أبدأ بخطوة تانية، أو أختار أنه أبدأ بإعلانات كثيفة، أنه أنا بوصل من خلال الإعلانات لكل أهل المدينة، إعلانات مكثفة بستهدف فيها شرائح المدينة كلها. أو ممكن أبدأ ببداية ذكية، أنه بروح لعند أهل الخبرة والاختصاص، بجيبهم يدرسوا عندي بالمعهد، وهؤلاء يحضرون طلابهم اللي هن بيعرفوهم بالأساس لأنهم أساتذة مشهورين. تحديد الاحتياج، وهذا بنسميه احنا بالنسبة لنا عدد العمال، كم عدد العمال او عدد الموظفين المطلوبين عندي بهذا المشروع، كم عدد العمال، يا ترى في عمال، قديش عدد العمال المتوقعين بمشروعك الصغير، سواء كان معهد ولا ورشة خياطة ولا ايا كان هذا المشروع، شو عدد العمال المتوقعين اللي انت بتحتاجهم كمساعدين معك في هذا المشروع. كمان غير عدد العمال، بدي حدد احتياج تاني وهذا شيء أساسي، شو هي الأصول الثابتة؟ يعني كم مكتب بدي؟ كم كرسي بدي؟ كم آلة بدي؟ شو المعدات اللي بدي إياها؟ إذا نحن حددنا المكان ومواصفات المكان، حددنا العمال، عدد العمال، حددنا الأصول الثابتة، المكاتب، الكراسي، الآلات، المعدات، وهذا شيء أساسي بنسميه كلياته، هذا اسمه تحديد الاحتياجات للمشروع الصغير. هلأ بيطلع معنا بالنسبة لنا التكلفة الإجمالية للمشروع، هي عبارة عن 3 خطوات أو 3 تكاليف. في عندي تكلفة التأسيس، المبالغ المدفوعة خلال فترة التأسيس، مثلا فترة التأسيس 3 شهور، كل مبلغ بدفعه في خلال هالفترة هاي اسمه في مبلغ تأسيسي. في عندي تكاليف رأس المال، تكاليف رأس المال والمعدات والأصول، يعني شو المعدات اللي بدي اياها، شو الالات اللي بدي اياها، شو الاصول اللي بدي اياها، هي اصول ثابته. كمان في عندي تكاليف تشغيل، وهي بتتضمن اجور الموظفين والعمال اللي انا حددتهم انا بحتاجهم معي كمساعدين بهذا المشروع. وبعدين شو الاناره، شو الفواتير اللي انا ممكن ادفعها، وهذه تسمى تكاليف التشغيل. هلا الدراسه الثالثه، دراسه الجدوى التمويليه. دراسة الجدوى التمويلية، إذا أنا درست تكاليف التأسيس وتكاليف رأس المال وتكاليف التشغيل، عرفت تقريبا صورة عن رأس المال المتوقع، يا ترى هذا رأس المال متوفر عندي؟ إذا متوفر كان بها، إذا ما متوفر شو هي مصادر التمويل؟ منين بدي أجيب تمويل؟ يا ترى من البنك، يا ترى من صديق، يا ترى قرض، يا ترى منين بدي أجيب مصدر التمويل؟ ممكن أنا أسجل عندي مصادر التمويل. إذا كانت مصادر التمويل عبارة عن مساهمات أو عبارة عن قروض من أصدقاء، فأنا بدي أكتب القروض. مثلا أنا المشروع تبعي يعني يستهلك أو يحتاج إلى رأس مال 100,000 مثلا ليرة سورية مثلا، فأنا عندي مثلا 25,000 ليرة. طيب 75,000 ليرة منين بدي أجيبهم؟ هذون أخذتهم قروض من جيراني، من إخواني، أخذت قروض، فأنا سجلت هالقروض هاي، فترة سدادها، كميتها، تاريخ الحصول على القرض، هيكلة التمويل، هذا اسمه هيكلة، جدول، سجلت القروض بمواقيتها، بتاريخها، ومتى سأؤديها. كمان ممكن من دراسة الجدوى التمويلية أتوقع توقع شو هي التدفقات المالية التي ستدخل إلى مشروعي من تاريخ الانطلاق خلال شهر، شو الأموال، شو المبالغ اللي رح تدخل، وبعدين شو اللي ممكن أصرفه، شو النفقات الداخلية وشو المصاريف الخارجية. هذا كتوقع مبدئي. يعني مصادر التمويل، إذا في عندي رأس المال، إذا كان أنا عندي رأس مال، وهذا يعني أفضل شيء إنه أنا يكون عندي رأس مال كافي أطلق فيه المشروع. لكن بعض الناس وبعض الشباب عنده فكرة بس ما عنده رأس مال، فبيقوم بيلجأ لي طرق ذكية أخرى، أنه ممكن يكون معه شريك أو ممكن يكون عدة شركاء. ممكن إذا كانت الفكرة كبيرة ممكن يكون شركة أسهم، كل شريك بسهم
وبالتالي يكون عندي رأس المال متوفر والمشروع يعني يبصر النور وينطلق. ممكن يكون عبارة عن قرض بنك مصدر من مصادر التمويل. هلأ هيكلة مصادر التمويل لابد أنه أنا بالنسبة لي إن كان عندي شركاء لازم سجل كل شريك اسمه وكم كان مقدار مساهمته معي في هذا المشروع وكم الربح المتوقع، يعني هذا بالنسبة لي كهيكلة مصادر التمويل. أيضا الدراسة الرابعة دراسة الجدوى التجارية. إحنا هلأ درسنا الجدوى الفنية ودرسنا الجدوى الاقتصادية، هلأ دراسة الجدوى التجارية طبعا هدفها معرفة مدى نجاح المشروع تجاريا، هل هو مشروع ناجح تجاريا أم غير رابح. أول شيء ممكن نفكر فيه وأهم فكرة هون بهي المرحلة اللي هي دراسة الجدوى التجارية معرفة فترة استرداد المبالغ المصروفة على المشروع. إذا أنا صرفت 100,000 هال100,000 إمتى بيرجعوا لي؟ إذا بيرجعوا لي مثلا خلال سنتين فهذا مؤشر أن المشروع بطيء الربح أو غير رابح. بدي أعرف فترة الاسترداد. عوامل فشل المشاريع الصغيرة، أول عامل من أسباب فشل المشاريع الصغيرة سوء الإدارة، أنه في إدارة سيئة غير عالمة بأساليب إدارة المشاريع، لم تحضر دورات سابقة أو لم تطلع على أساليب إدارة المشاريع الصغيرة، وهي شيء بسيط مثل ما نحن عم نسمع ونشوف. عدم وجود الخبرة الكافية في المهارات اللازمة لتشغيل المشروع. إذا أنا بدي مهارات معينة لتشغيل المشروع للإشراف على الفريق، عدم وجود هذه المهارات أو عدم وجود الخبرة. في عنا عوامل مثل الكوارث أحيانا، الحروب أحيانا من أسباب فشل المشاريع الصغيرة، كمان الاختلاسات والسرقات من أسباب فشل المشاريع الصغيرة. وهلأ رح نبدأ بالوحدة الثالثة اللي هي بعنوان الوظائف الأساسية لإدارة المشاريع الصغيرة. أي مشروع صغير أو حتى متوسط أو كبير يحتاج إلى هذه المهارات الأساسية أو الوظائف الأساسية. أول وظيفة أساسية هي وظيفة التخطيط، طبعا هي الوسيلة الوحيدة لمواجهة المستقبل المجهول. التخطيط، أحتاج إلى التخطيط من أجل الاستعداد للمفاجآت التي قد تواجه المشروع عند التنفيذ، كذلك الأمر للاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. طبعا في عندي فرق بين التخطيط وبين الخطة، إنه التخطيط هو وضع أهداف المشروع والخطة هي التنفيذ العملي لهذه الأهداف بشكل واقعي. التخطيط مثل ما شايفين بهي الصورة عملية اتخاذ قرار لتحديد اتجاه المستقبل، أين أريد الوصول، إلى أين أريد الوصول. مثلا أريد أن يكون عندي مثلا 500 زبون بنهاية العام، أو أحقق مقدار مبيعات $5,000 مثلا. أين أريد الوصول، أين أنا الآن، ثم تحديد آلية كيفية الوصول إلى ما أريد. إذا التخطيط هو اتخاذ قرار مسبق حول ماذا نعمل، كيف نعمل، متى نعمل، ومن يعمل. هي أسئلة مهمة جدا عند التخطيط. بالنسبة للأهداف هي النتائج التي يرغب فيها صاحب المشروع. طبعا تحدثنا سابقا عن أهم الأهداف، مثلا زيادة عدد الزبائن، زيادة الربحية، التوسع إلى آخره. الوظيفة الثانية هي التنظيم. طبعا التنظيم يقوم بتقسيم الأدوار والوظائف وتوزيع السلطات والاختصاصات وتحديد المسؤوليات وتوضيح العلاقات بين الجهات المختلفة. في عندي مشروع وهذا المشروع الصغير رح يكون فيه عدة عمال، شو هو دور كل عامل، شو اختصاص كل عامل، شو وظيفته، شو السلطات الموجودة، مثلا مدير المشروع شو هي صلاحياته، شو النظام الموجود، شو طبيعة العلاقات السائدة، كيف رح يصير الأمر، كيف حيكون طبيعة العمل. المهارة الثالثة والوظيفة الثالثة هي التوجيه. طبعا التوجيه يتضمن جميع أوجه النشاط المتعلقة بإرشاد العمال. في عندي العمال ليسوا على سوية واحدة، بعضهم مبادر، بعضهم مثلا يتلكأ، بعضهم يتأخر عن الدوام، بعضهم يتكاسل عن أداء المهام. لابد أن أقوم أنا كمدير مشروع بعملية اسمها التحفيز والتوجيه وتشجيع هؤلاء العمال بكافة الوسائل المتاحة، من خلال يعني ثناء أو من خلال مكافأة من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة والمنشودة لهذا المشروع. الوظيفة الرابعة اللي هي الرقابة. الرقابة معناها ما أتحول أنا بالنسبة لي كمدير مشروع، ما أتحول
إلى كاميرا تراقب كل الحركات وكل الدقائق وكل شيء بهذا المشروع، لا، وإنما فقط بمرحلة المراقبة بدي أتأكد إنه الأعمال اللي عم يقوموا فيها العمال تتوافق مع الخطط والأهداف اللي أنا حطيتها. إذا ما تتوافق مع الخطط والأهداف لابد أن أقوم مرة أخرى بالتوجيه، بالإرشاد، بالتحفيز، حتى تصبح هذه الأعمال متوافقة مع الأهداف والخطط اللي أنا خططت لها. بعد ما تعرفنا على الوظائف الأساسية لإدارة المشاريع الصغيرة، ننتقل إلى الوحدة الرابعة اللي هي بعنوان عناصر خطة العمل للمشروع الصغير. طبعا أول شيء ممكن نكتبه بخطة العمل، أول شيء اسم المشروع، 2 نوع المشروع، هل هو المشروع تجاري، مشروع زراعي، مشروع صناعي، نوع المشروع، 3 مجال المشروع، شو المجال اللي ممكن اشتغل فيه، الأهداف المرجوة من هذا المشروع، شو الأهداف، شو هي الأهداف اللي أنا حاططها كصاحب مشروع، شو هي الأهداف. ممكن نقول مثلا تزويد السوق بألف قطعة من هذا من نوع كذا، هي كهدف، زيادة عدد الزبائن، مثلا تحقيق أرباح بمقدار كذا حتى نهاية العام. إذا لابد من تسجيل أهداف المشروع. من عناصر الخطة كمان النشاطات، الأعمال والمهام الواجب تنفيذها حتى يكون هذا المشروع قائم، لابد من وجود أعمال ومهام. مثلا من الأعمال المطلوبة لإنشاء مركز تدريبي أو مركز تعليمي للغات، مثل ما تحدثنا سابقا، المواصفات الفنية، تحديد المواصفات الفنية للمكان، بعدين تحديد عدد الغرف المطلوب، تحديد المساحة المطلوبة، تحديد المنطقة المطلوبة، البحث عنها، الاتصال بمكتب عقاري. هي أنشطة ومهام لابد منها، مثلا موضوع الإعلان عن وظائف شاغرة، موضوع المقابلات للعمال، موضوع يعني إجراء المقابلات، حتى يعني يكون المشروع ظاهر ويكون المشروع ينطلق المشروع لابد من إتمام هذه النشاطات. الأشخاص أو المجموعات المسؤولة أو المشتركة في هذه النشاطات، كل نشاط مين الشخص اللي حيقوم فيه، كل عمل مين الموظف اللي حيقوم فيه. مثلا ممكن أجار المكتب يقوم فيه مدير المكتب أو مدير المشروع، ممكن توظيف العمال يقوم بإجراء المقابلات السكرتير أو مدير الموارد البشرية. كمان لازم أنا أحدد الوسائل اللي أحقق من خلالها أهداف المشروع. شو هي الوسائل؟ يا ترى من خلال علاقات، يا ترى من خلال اتصال، يا ترى من خلالي أنا أنه أنزل للسوق وأدرس السوق عمليا أو استقصي عن المكان عمليا. الموارد اللازمة، شو الموارد اللي أنا بحتاجها وشو الكلف اللي أنا ممكن يعني أنفقها في هاي المرحلة. برنامج العمليات وموعد إتمام، يعني دائما كل مهمة، كل عمل له موعد إتمام، لا يمكن أن يتم هذا العمل إلا إذا ربطته بموعد. فعندما أربط بموعد وتاريخ إنجاز يتحفز الإنسان لإتمام هذا العمل وإنهائه، وبالتالي ينطلق المشروع إن شاء الله. كمان من المفضل أنه بعناصر خطة العمل يكون عندي مخطط العمل للمهام الأساسية، مثل التخطيط، شو هي المهام الأساسية بالتخطيط، التنظيم، شو هي المهام الأساسية بالتنظيم، على غرار ما تكلمنا سابقا، مع التأكيد على أهمية تحضير مؤشرات المراقبة. في عندي مؤشرات مراقبة في كل خطوة من خطوات المشروع، لازم يكون عندي مؤشر المراقبة دقيق وواضح، خطوات المراقبة واضحة تماما. طبعا في عندي استمارة هلأ موجودة أمامكم، استمارة خطة العمل، تتضمن العناوين التالية: الأعمال المطلوب إنجازها للمشروع الصغير، المسؤول عن هذا العمل، من المسؤول عن هذا العمل، الوسائل، ما هي الوسائل التي سأستخدمها لتحقيق هذا العمل، ما هي التكاليف المتوقعة لهذا العمل، ما هو التاريخ، ما هي المهام اللازمة لتتبع هذا العمل. وليكن على سبيل المثال استئجار مكان المشروع، المسؤول عن هذا العمل اقترحت أنا أنه يكون مدير المشروع، ممكن مدير المشروع يفوض شخص آخر، ما في إشكال. الوسائل المتاحة لتحقيق هذا عقد الإيجار، أو مكتب عقاري أو صديق أعرفه. التكاليف المتوقعة هي تكاليف العقد السنوي والتأمين،
والاتفاق على الإيجار الشهري. ممكن يعني يكون هذا الأمر منجز حتى بحدود تاريخ 1/7/2017. بعد 1/7 لازم يبدأ العمل في هذا المشروع. المهام اللازمة لتنفيذ وتتبع العمل، ممكن أنا حددت بعض المهام، مثلا تحديد المواصفات للبناء المطلوب. شو هي المواصفات اللي للبناء اللي أنا برغب أنه يكون موجود لإطلاق مشروعي فيه؟ كم عدد الغرف، كم المساحة، تحديد المنطقة المرغوبة، بأي منطقة سيكون، هل سيكون في وسط البلد أم على أطراف البلد، في وسط المدينة أم على أطرافها، أم هل سيكون في الريف. تحديد المنطقة المرغوبة مطلوب، الاتصال مع مكتب عقاري والمتابعة معه. إذن هي المؤشرات أو المهام لتنفيذ الهدف الأول اللي هو، أو العمل الأول اللي هو استئجار المكان. حبذا أنكم تسجلوا هاي الخطة أو تكتبوها عندكم على دفتر خاص وورقة خاصة، وتسجلوا الأعمال المطلوبة لإنجاز المشروع الصغير اللي أنتوا عم تفكروا أنكم تنطلقوا فيه، من أجل أنه تسجلوا الأعمال بتسلسل أنتم ترونه مناسبا، وتسجلوا أمام كل عمل الشخص المسؤول عن هذا العمل والوسائل المتاحة والتكاليف والتاريخ والمهام اللازمة لتنفيذ هذا العمل. وهلأ رح نبدأ بالوحدة الخامسة اللي هي تحليل بيئة المشروع. أين سينشأ هذا المشروع؟ ما هي الفرص؟ ما هي التحديات؟ ما هي نقاط القوة؟ ما هي نقاط الضعف في هذا المشروع؟ طبعا بهمنا نحلل بيئة المشروع، لأنه المشروع رح ينوجد بهي البيئة، فلازم أنا أعرف مثلا شو هي الفرص الموجودة بهي البيئة، شو هي التحديات الموجودة حتى أقدر أتجنبها، شو المخاطر، طبعا ما هي النقاط القوة في المشروع بحد ذاته، في فريق العمل إلى آخره. في عندنا مصفوفة مشهورة وعالمية، يعني هي مصفوفة سوات، اللي بتتحدث إنه عن نقاط القوة أو عوامل القوة، عن الفرص المتاحة. طبعا هدول عوامل إيجابية بأي مشروع. وفي عندنا عوامل سلبية اللي هي المخاطر وعوامل الضعف. طبعا الفرص المتاحة للمشروع والمخاطر أو التهديدات اللي ممكن تواجه المشروع، هدول بالبيئة الخارجية للمشروع. أما بالبيئة الداخلية للمشروع ففي عندنا عوامل القوة، عوامل القوة اللي حناخد بعض الأمثلة عليها اللي بتمكن المشروع بالسوق أكثر. وفي عندنا عوامل الضعف كمان اللي ممكن تأثر، هي عوامل داخلية ممكن تأثر على المشروع. ومواطن القوة هي مصادر القوة التي تميز المشروع وتبرر وجوده وتؤمن استمراره. أيضا نقاط الضعف هي العناصر التي تؤثر على المشروع وتحتاج إلى تطوير لتحسين الأداء وتحسين وتطوير المشروع. الفرص المتاحة طبعا ممكن هون نقول ما هي الخدمات التي سيقدمها المشروع، أو ما هو الفراغ الذي سيساهم بسده وتلبيته المشروع بمناخ إيجابي. التهديدات بالنسبة لنا هي العناصر الخارجية أو الأخطار التي قد تواجه المشروع. تعالوا نشوف بعض الأمثلة التطبيقية. مثلا مواطن الضعف، أو عفوا مواطن القوة، من مواطن القوة الداخلية مثلا توافر الميزانية ورأس مال والدعم المادي. من مواطن القوة كمان تأهيل الطلاب لسوق العمل. مواطن القوة مثلا أنه في عنا التميز في البحث، التميز في العمل. من مواطن القوة توفر مكتبات مثلا، يعني أماكن للدراسة. من مواطن القوة مثلا المشاركة، يعني أمثلة كثيرة. من مواطن القوة وجود أعضاء هيئة تدريسية مثلا للمركز التدريبي أو المركز التعليمي. الآن مواطن الضعف ممكن نقول أنه هو احتياج كبير، لكن في عنا أعداد متزايدة من الطلاب يصعب تلبية احتياجاتها. مثلا من مواطن الضعف نقص الأجهزة والمعدات. من مواطن الضعف قد يكون نقص التأهيل لأعضاء الهيئة التدريسية. من مواطن الضعف مثلا عدم توفر الميزانية اللازمة للبحث العلمي. من مواطن الضعف عدم كفاءة الاتصال لعمال الاتصال أو لعامل الاتصال، موظف الاتصال أو التسويق. أمثلة على الفرص المتاحة
مثلا امكانيه التوسع فرصه من فرص المشاريع، انه ممكن تتوسع لاماكن عديده، مثلا هي بدات في مدينه معينه ممكن تفتح فرع اخر في مدينه اخرى وفروع اخرى كثيره. ممكن نقول من الفرص المتاحه انه ثقافه المجتمع تقبل على هذا النوع من المشروع، تقبل على هذا النوع، مثلا ثقافه المجتمع في اي مجتمع تقبل على نوع اللغات الاجنبيه وخاصه اللغه الانجليزيه، وخاصة إذا كانت مثلا بمعايير واحترافية ومنهجية علمية. مثلا من الفرص المتاحة القوانين الداعمة في المجتمع، القوانين الداعمة لهذا المشروع. في كتير قوانين، في كتير دول بتشجع المشاريع الصغيرة وأصحاب المشاريع الصغيرة بدعم، سواء دعم مادي أو دعم معنوي أو دعم حتى قانوني. كمان من الفرص المتاحة أنه منظمات المجتمع المدني تهتم بأصحاب المشاريع الخاصة الصغيرة. الآن أمثلة على التهديدات التي يمكن أن تؤثر على المشروع الصغير، مثال عليها مثلا وجود أو ظهور منافسين أقوياء ربما يكونوا مثلا برأس المال، ربما يكونوا أقوياء بالمكان، ربما يكونوا أقوياء بالمعدات، ربما يكونوا أقوياء بالعدد. تغيير القوانين من التهديدات، ومن أهم التهديدات الخطيرة على المشاريع الصغيرة تغيير القوانين من فترة لفترة. أو ممكن يكون تهديد آخر كثرة تغير القيادات، يعني تغير المدير ثم تغير بعد شهر تغير ثم، وهكذا تغيير في القيادات ربما يكون تهديد كبير يؤثر على المشروع الصغير. ممكن يكون تهديد مثلا خطير آخر اللي هو نقص الموارد المتاحة. أنا كنت معتمد على مورد واحد، فنقصت الموارد ممكن يكون سكر أو أغلق المشروع المتجر تبعه، وبالتالي صار عندي خطر أنه أنا بدي أجيب الموارد من مكان أو المواد الأساسية من مكان آخر. طبعا في عنا تهديد إذا كان في عنا مقاومة في أعضاء الفريق، مقاومة للتطوير والتحديث والتحسين. في عقليات أحيانا لا تحب التطوير ولا تحب التحسين ولا تحب تغيير، سواء كان سير العمل أو خطة العمل أو تحسين الأداء، لا يحبون أن يغيروا شيء. طبعا من الأمثلة تغيير القوانين تكلمنا عنها، مثلا توسع في التعليم، التعليم الخاص، دور الأجهزة. من الأشياء الخطيرة كمان دور أجهزة الإعلام في تشكيل سلوك الناس أحيانا وتغيير ثقافة المجتمعات. الآن لاحظوا معنا، إذا الظروف هناك يعني مخطط سوات أو نموذج سوات يقوم على هذه الأمور، هناك ظروف داخلية للمشروع اللي هي نقاط القوة ونقاط الضعف، وأخذنا أمثلة على كل واحدة منها. وكمان في ظروف خارجية للمشروع اللي هي الفرص المتاحة للمشروع أو التي يمكن أن تفتح أمام المشروع عندما يبدأ، وهناك أيضا عوامل ونقاط خطورة وتهديدات. لاحظوا بالنسبة لنا الخطورة والضعف يجب تجاوزها، الضعف عوامل الضعف يجب تقويتها، كمان الفرص يجب استثمارها بأهداف، بوضعها بجدول أو بصياغتها كهدف وفق نموذج سمارت اللي حنتكلم عليه بعد قليل. أيضا نقاط القوة هي عوامل استقرار، هو عامل داخلي، عامل مثلا وجود رأس المال، هذا عامل قوة ويمثل عامل استقرار للمشروع الصغير. أيضا يجب أن يستثمر ويبقى عليه ويمكن من خلال تحويله لهدف للمشروع. عوامل التهديدات ونقاط الخطورة للمشروع يجب تجنبها من خلال أيضا تحويلها من خلال يجب تجنبها من خلال هدف أو دفعها عن المشروع قدر الإمكان. لاحظوا ممكن أذكركم بشروط هدف سمارت، إنه يكون الهدف واضح ومحدد. مثلا ربما إذا قلنا مثلا إنه من نقاط الضعف إنه فريق العمل في المشروع الصغير غير مؤهل في مهارات التعامل مع الكمبيوتر مثلا، فنقول انه الهدف محدد، تدريب، يصبح صياغة الهدف محدد هنا بان نقول تدريب العمال في المشروع على مهارات التعامل مع الكمبيوتر.
هذا الشرط الأول، إنه صغناها بطريقة محددة. الشرط الثاني مقاس. مثلا إذا كان عندي 50 عامل، أنا لا أستطيع أن أدرب 50 عامل في السنة الأولى. ممكن أن أقول تدريب 20 موظف على دورات التعامل مع الكمبيوتر، الإكسل والمايكروسوفت و إلى آخره. الآن هذا أصبح مقاس، وخاصة عندما نضيف الزمن، حددنا العدد ونضيف الزمن خلال 3 أشهر، أصبح مقاس. طبعا الهدف، الشرط الثالث من الهدف الذكي، اتفاق أفراد المنظمة أو متفق عليه، غالبا يعني يؤخذ بعين الاعتبار القيادات أنه تتفق أنه هذا هدف، يعني هدف نستطيع أن نقوم به، متفق عليه. أيضا واقعي، أنه هدف واقعي، ما هو خيالي. لا أقول أنا أريد مثلا أن أكون مثلا أن أدرب جميع العمال بظرف مثلا شهر أو أسبوع. الواقعية تقتضي التمرحل، يعني المشي وفق خطوات ولو كانت بطيئة لكن مدروسة، واقعي. أيضا أن يكون الهدف موقوت، موقوت أي أو مؤقت بزمن محدد، مثلا من بداية الشهر الأول إلى نهاية الشهر الثالث نكون قد أنهينا تدريب 20 شخص من هؤلاء العمال والموظفين على مهارات التعامل مع الكمبيوتر. يعني هذه شروط الأهداف الذكية. حبذا أن الأخوة الأفاضل يقوموا بصياغة أهداف مشاريعهم وفق نموذج سمارت. في مواصفات مدير المشروع، طبعا من المواصفات الرائعة التي من المفضل أنه يتصف فيها مدير المشروع، مرن مثلا وقادر على التكيف مع متطلبات التغيير. هي مواصف صفة أساسية من مواصفات مدير المشروع، أنه يكون مرن وقادر على التكيف مع متطلبات التغيير، ما يكون جامد، ما يكون مصاب بالجمود أو تبلد. في هناك، نحن في عصر السرعة، هناك تغييرات كثيرة، يجب أن يتكيف مع متطلبات التغيير. أيضا قادر على استخدام طاقات الموظفين، قادر على التواصل مع الموظفين، تحفيز الموظفين، تشجيع الموظفين. ليس الأمر من باب أنه التسلط والتحكم بالموظفين، ولكن من باب أنه هو يفهم نفسيات الموظفين ويستطيع أن يتعامل مع كل موظف وفق نفسيته، مؤكد لذاته ولديه ثقة عالية بالنفس، غير متردد، واثق بنفسه، طموح ولديه قدرة كبيرة على الدافعية والحيوية والالتزام، قادر على الاتصال الفعال والإصغاء الجيد. يعني المدير لازم يكون مصغي جيد، وخاصة مدير المشروع الصغير. ما قلنا المشروع الصغير هو بياخد طابع الشخصي، فهذا المدير لازم يتصف بصفة الاتصال الفعال، انه يكون علاقته قوية مثلا مع حتى مع المنافسين في السوق، علاقته قوية مع الموردين، علاقته قوية مع العمال، علاقته قوية مع الجيران، الجوار. أيضا صفة أساسية من صفات مدير المشروع، متحمس للمشروع ومبدع، مبتكر ومتحمس، حيوي، دائم الطاقة. يعني ينام، يسهر كثيرا، ينام بوقت متأخر، يسهر على أهداف المشروع، يسهر على يعني ما يحقق رؤيته في المشروع ورسالة مشروعه. أيضا من مواصفات المدير الناجح للمشروع، قادر على تسهيل حل المشكلات مع أعضاء الفريق. ربما يحدث خلاف في وجهات النظر أو مشادة أو مشاحنة بين أعضاء الفريق، فيقوم مدير المشروع بحنكة ومرونة بحل هذا الخلاف، قادر على صنع القرارات وتنفيذها دون تسويف، لا يؤجل القرارات بل يبادر ضمن الخطة الموضوعة، قادر على إيجاد وتعزيز مناخ مشجع داخل الفريق. يعني بيئة العمل يجب أن تكون إيجابية مريحة لجميع الأعضاء والموظفين العاملين في هذا المشروع، مركز على أهداف المشروع لتحافظ على تركيز الآخرين عليه. لا يمكن أن أحافظ على تركيز العمال والموظفين على أهداف المشروع إن لم أكن أنا كمدير المشروع محافظا على أهدافه ومركزا عليها. مدرب على تقنيات إدارة المشروع، مدرب على تقنيات إدارة المشروع، يعني يعلم كيفية إدارة المشروع وخطوات الإجراءات، كيف يخطط للمشروع، كيف يسوق له، لديه خبرة أيضا في استخدام إدارة المشروع عمليا وواقعيا. مواصفات العاملين في المشروع،
مهارات التواصل والاتصال والاستماع والإقناع، يعني هناك بعض الدراسات تشير إلى أن درجة أهميتها للعاملين والموظفين في المشروع هي بحدود 84%. مهارات التنظيم والتخطيط أيضا هذه الدراسات تشير إلى أن أهميتها بحدود 75%. مهارات بناء الفريق 72% درجة أهميتها. مهارات قيادة الفريق أو قيادية للمشروع درجة أهميتها بحدود 68%. مهارات التأقلم والصبر والإصرار والمرونة والابتكار مهمة للمشروع ودرجة أهميتها 59%. مهارات تكنولوجية وخبرات تطور وتكنولوجيا مهارات مهمة وتشير الدراسات إلى درجة أهميتها 46%. تذكر أنك تستطيع القيام بأمور عظيمة إذا كان لديك ثقة بالآخرين، وحتى تحصل على أفضل ما لدى الآخرين اختار أن تفكر وتثق بأفضل ما لديهم من أفكار ومشاعر. رح نبدأ الآن بدورة حياة المشروع وهو عنوان الوحدة السادسة. أي مشروع بغض النظر عن طبيعته ومدته وحجم نشاطاته يمر بمراحل محددة تسمى دورة حياة المشروع. تبدأ دورة حياة المشروع بداية من التفكير كفكرة في هذا المشروع، ثم بداية إطلاق هذا المشروع وعملية الانطلاق لهذا المشروع كبداية، ثم عملية الإنتاج وبدء الإنتاج وتقديم الخدمات وتقديم البضائع، ثم المرحلة الثالثة التطوير تحسين الأداء، ثم المرحلة الرابعة التقييم والتدقيق وقياس العائد ومعرفة الأداء الجيد ومقارنته بالأداء الأفضل. هذه ما تسمى دورة حياة المشروع. سنبدأ بالمرحلة الأولى وهي مرحلة التحديد. طبعا في هذه المرحلة يتم فيها تحديد المشكلة زائد الفئة المستهدفة فيها منها، ويكون السؤال المطروح هنا: لماذا المشروع؟ لماذا أقوم بهذا المشروع؟ مثلا أريد أن أقوم بهذا المشروع لأوفر الناس تقنيات طباعية في مطبعة تقنية حرفية مثلا، أو أريد إطلاق ورشة صيانة الجوالات لأساهم في مساعدة الناس في صيانة جوالاتهم بمكان قريب عليهم مثلا. لماذا المشروع؟ يجب علي أن أجيب على هذا السؤال في مرحلة التحديد، لماذا أريد إطلاق هذا المشروع؟ من أجل من؟ من المستفيد من هذا المشروع؟ من هي الفئة المستهدفة؟ من هم الزبائن الذين سيأتون إلي ويشترون مني؟ المرحلة الثانية مرحلة الإعداد، تحديد مكونات المشروع، غاية المشروع زائد أهداف المشروع زائد الأنشطة والوسائل. وهنا في هذه المرحلة بتجاوب على سؤال: ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل حتى نلبي احتياجات هذه الفئة المستهدفة؟ المرحلة الثالثة مرحلة التنفيذ والمتابعة. طبعا في مرحلة التنفيذ والمتابعة مرحلة تطبيق وتنزيل التصور على الأرض، مرحلة الانطلاق. من سيقوم وبماذا سيقوم؟ من سيقوم بمهمة شراء المواد الأساسية وبماذا سيقوم؟ أيضا نجاوب على سؤال: متى وكم وأين؟ متى سأقوم بذلك؟ كم المهمات المطلوبة مني؟ كم هي الأعمال المطلوبة مني؟ أين أجد الموارد الأساسية مثلا على سبيل المثال؟ المرحلة الرابعة مرحلة التقييم، تحديد آليات القياس، المؤشرات، درجة رضا المستفيدين والزبائن، مقارنة النتائج بالتوقعات، هل كانت هذه النتائج متطابقة مع التوقعات التي رصدناها من قبل، استخلاص الدروس والنتائج والعبر. إذن هذه المرحلة الأخيرة مرحلة التقييم. بعد أن تعرفنا على دورة حياة المشروع التي تبدأ من مرحلة تحديد المشروع، ثم التخطيط لهذا المشروع، ثم التنفيذ والمتابعة لهذا المشروع، ثم التقييم وقياس العائد لهذا المشروع، ننتقل للحديث عن المهارات اللازمة لممارسة مدير المشروع دوره. هناك ثلاث مهارات: أولاً المهارات الفكرية، المهارات السلوكية، والإنسانية، المهارات الفنية. نتعرف أولاً على المهارات الفكرية، وهي الإدراك والقدرة على فهم التنظيم بصورة متكاملة. المهارات الفكرية القدرة أو النظرة الثاقبة والبصيرة النافذة لهذا المشروع
ما هي الفرص الموجودة في هذا المشروع؟ ما هي فرصة الربح الاستثمارية الموجودة في هذا المشروع؟ ما كيفية استرداد رأس المال في هذا المشروع؟ طبعا باختصار هي الإدراك والقدرة على فهم التنظيم بصورة متكاملة. اثنين، المهارات الإنسانية. تشير المهارات الإنسانية إلى قدرة المدير التعامل مع أعضاء الموظفين وأعضاء العمال معه في هذا المشروع بشكل إيجابي وبشكل مرن وفعال. المهارات الفنية، طبعا من المهارات الفنية مثلا الخبرة في مجاله وفي تخصصه. تعني المهارات الفنية الفهم والقدرة على تحقيق الأنشطة بكفاءة وممارسة المهام بإتقان ودراية. وعادة ما يوصف أصحاب المهارات الفنية بالخبراء في كل مجال. وبعد ما تعرفنا على دورة حياة المشروع، رح ننتقل للوحدة السابعة اللي هي بعنوان إدارة الموارد البشرية للمشاريع الصغيرة. إدارة الموارد البشرية، لابد من مدير المشروع الصغير أن يفكر وأن يحصل على بعض المعلومات المختصرة في إدارة الموارد البشرية التي تساعده في التوظيف وفي اختيار الموظفين وفي الأجور والتعامل مع الموظفين بشكل عام. إذا تعرف إدارة الموارد البشرية بأنها بشكل مبسط مجموعة من الوظائف المتكاملة والمتناسقة لاستخدام الموارد المتاحة، سواء كانت بشرية أم مالية أم فنية أم معلوماتية، بأقصى طاقة ممكنة من أجل تحقيق أهداف المشروع. وهنا تكمن أهمية إدارة الموارد البشرية، لأنها تساعدني في تحقيق أهداف مشروعي الصغير. لو حاولنا نطبق مفهوم إدارة الموارد البشرية على المشاريع، سنجد أن هناك أهداف الموارد البشرية وتخطيط الموارد البشرية وتنظيم الموارد البشرية ثم توجيه الموارد البشرية ثم الرقابة على الموارد البشرية. سنبدأ أولاً بأهداف الموارد البشرية. طبعاً أهداف الموارد البشرية لها جانبين من الأهداف. هناك أهداف للمشروع وهناك أهداف للأفراد. أهداف المشروع الصغير وأهداف الأفراد العاملين في هذا المشروع الصغير. أهداف المشروع، مثلا من الأهداف الكفاءة والفاعلية عند تنفيذ المهام. من الأهداف التناغم، والتناغم يعني التناغم ما بين أهداف الأفراد كأشخاص عاملين وما بين أهداف المشروع. ثم تحقيق الانتماء. ومن أهداف المشروع أيضا الاستقرار. أهداف المشروع تحقيق الاستقرار، الثبات، الاستقرار، ثم التوسع، ثم افتتاح فروع أخرى. تطوير وتنمية المهارات، أيضا من أهداف المشروع تطوير وتنمية المهارات للأشخاص العاملين في هذا المشروع. إذا هذه أهداف المشروع. وهناك أهداف للأفراد، مثلا من أهداف الأفراد العاملين في المشروع أنه يوفر فرصة عمل جيدة مناسبة له، قريبة عليه، في تخصصه، قريبة من مسكنه، ظروف مناخ عمل جيد إيجابي، الناس يعني علاقاتهم إيجابية مع بعض، العدالة في الأجور والمعاملة، فرص للتقدم الوظيفي، الاستقرار والأمن الوظيفي، تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية. إذا هذه أهداف الأفراد العاملين في المشاريع الصغيرة. لو انتقلنا إلى فكرة تخطيط الموارد البشرية، طبعا تتناول تخطيط الموارد البشرية تحديد الأعمال المطلوبة في هذا المشروع الصغير من كل فرد. ما هي الأعمال المطلوبة؟ ما هي المهام المطلوبة من كل فرد موظف في هذا المشروع الصغير؟ الهدف من تخطيط الموارد البشرية استثمار الطاقات البشرية بشكل أمثل، تحديد متطلبات المشروع من العمال والتخصصات، تدعيم أساليب الاختيار ومتابعة التدريب، المساهمة في إنجاح خطة المشروع الصغير والتعاون والتنسيق. إذا هذا الهدف من تخطيط الموارد البشرية. أولا تحليل الوظيفة، يجب في بداية الأمر على مدير المشروع الصغير التعرف على طبيعة العمل، طريقة الأداء، كيف ستكون، كيف ستسير الأمور في هذه الوظيفة، طريقة التعامل مع الآلات، مع التحديات، الأدوات المستخدمة، ظروف الأداء، ظروف العمل، هل العمل سيكون ليلي أم نهاري، هل سيكون العمل طوال اليوم بدوام طويل أم بدوام جزئي،
هل سيكون العمل في ارتفاعات عالية مثلا، أم في مكان تحت الأرض، أم في مكان مريح؟ مستوى الأداء المطلوب، مستوى الأداء المطلوب أيضا من جزء مهم من تحليل الوظيفة للعمال. ثم التوصيف الوظيفي، اثنين، توصيف الوظيفة، توضيح واجبات ومسؤوليات العامل، كل عامل شو دوره، شو مهمته، شو وظيفته. ظروف العمل المحيطة بالوظيفة، هل هناك خطورة معينة أم أن الأمر مريح؟ الشروط الواجب توفرها في شاغل الوظيفة، مثلا أن يكون من عمر كذا، أن يكون جنس ذكر أو رجل، أم ممكن تكون امرأة، أن يكون مثلا أن يكون يتمتع بمهارات التعامل مع الكمبيوتر ومهارات لغوية، مؤهل علمي معين، الخبرة والتدريب والمهارات الفنية والذهنية. هذا ما يسمى توصيف الوظيفة. ثلاثة، الاختيار والاستقطاب، وهو اختيار وجذب الموظفين والعمال المناسبين، اختيار وجذب القوى العاملة التي يحتاج لها المشروع للعمل فيه. رابعا، التدريب وتنمية الموارد البشرية، هي من الوظائف الأساسية لتنمية الموارد البشرية، لأن المورد البشري هو المورد الأساسي للمشروع. يعني من غير مورد بشري، من غير عمال، من غير موظفين، لا يحقق هذا المشروع النتائج المرجوة والنتائج المطلوبة والأهداف المخطط لها. خامسا، إدارة الأجور، يعني هو ما يتقاضاه العامل مقابل الجهد المبذول في العمل. يجب أن يكون الجهد متكافئ مع الأجر، أو الأجر متكافئ مع الجهد المبذول، ويمكن اعتباره مقابل الوظيفة التي يشغلها الفرد أو الموظف. سادسا، تقييم الأجور لمعرفة أهمية وقيمة الوظائف، ويمكن التعبير عنها في هيكل الأجور. يجب أن يكون عند مدير المشروع هيكل للأجور، كل إنسان، كل موظف حسب التخصص، حسب الدراسة، حسب هيكل الأجور. سابعا، تقييم أداء العاملين داخل المشروع، مجموعة من الإجراءات التنظيمية لعمل تقييم مكتوب عن العاملين ومدى جديتهم في العمل، مثلا وضع معايير للعمل، أن العمل يبدأ من ساعة كذا وينتهي ساعة كذا، أن هناك مثلا فترات معينة يشتد فيها الضغط، هناك عمل خارجي وهناك عمل داخلي، متابعة الأداء الفعلي ومقارنته بالمعايير، الكشف عن الانحرافات وتصحيحها بشكل مباشر على انفراد بين مدير المشروع الصغير وبين العامل أو الموظف. ثامنا، تقييم أداء المشروع، بعد ما قيم أداء العمال والموظفين، يقوم مدير المشروع بتقييم أداء المشروع من حيث اتباع منهجية موحدة في التخطيط والرقابة. هل هذا المشروع يسير وفق الخطة، وفق المنهجية، وفق خطة العمل المرسومة؟ هل وصول المعلومات الضرورية تصل في وقت محدد؟ يعني هناك مثلا تأخر المعلومات في الوصول تؤدي إلى خلل معين في المشروع. إذا هذا ما يسمى تقييم أداء المشروع، يقوم فيه مدير المشروع كل 6 أشهر أو كل سنة. توجيه الموارد البشرية، يجب أن يقوم مدير المشروع بشرح المهام والأعمال المطلوبة، تنسيق مهام الموارد البشرية بين الأقسام، التغلب على المعوقات ومساعدة الأفراد في تنفيذ واجباتهم، ثم دعم التعاون بين الأفراد. نحن بهمنا أن يكون يعني فريق منسجم، فريق متعاون، وليس فريق مفكك، فريق ضعيف. تحفيز الأفراد وتشجيعهم لاستغلال كامل طاقاتهم، يعني كل ما شجعنا الموظف أكثر، كل ما أعطيناه مكافآت، كل ما كان يعني يعمل بطاقته القصوى. حل الصراعات والشكاوي، سماع المقترحات لتطوير العمل، للأداء الجيد، الجوانب التي يتناولها تقويم الموارد البشرية، أولا تقويم إنتاجية الأفراد وأدائهم، تقويم نظام العمل في المشروع، كيف يسير العمل، هل يسير بشكل جيد، تقويم إجراءات وقواعد العمل، هل هذه القواعد صارمة قاسية على العمال أم هي متراخية، لا يكاد يوجد ضوابط أو قواعد للعمل، تقويم نظام الحوافز والأجور والرواتب، تقويم نتائج التدريب، إذا حدث هناك تدريب للعمال في هذا المشروع نقوم نقي نقوم بق نقوم بعملية تقويم نتائج التدريب، تقويم فعالية العمل والغياب، الحضور والغياب من العمال، تقويم أسلوب التحقق من الشكاوي والتظلمات،
تقويم نظام المعلومات الخاصة بالموارد البشرية ومدى الاستفادة منها. إذا بماذا تقوم إدارة الموارد البشرية في المشاريع الصغيرة؟ تقوم بإعداد وتصميم معظم سياسات العمل، برامج الموارد البشرية من اختيار وتدريب وترقية وترفيع وفصل من العمل إلى آخره، كل هذه الأنشطة تقوم فيها إدارة الموارد البشرية. وهلأ رح نبدأ بالوحدة الثامنة اللي هي بعنوان نشاطات الموارد البشرية للمشاريع الصغيرة. طبعا تقسم هذه النشاطات إلى عدة أقسام، أول قسم تخطيط الموارد البشرية، القسم الثاني تنمية الموارد البشرية، القسم الثالث التعويض، القسم الرابع صيانة الموارد البشرية، القسم الخامس علاقات الموظفين. تخطيط الموارد البشرية يعني تحليل وتوصيف الوظائف، تخطيط الاحتياجات البشرية، ما هي أعداد العمال المتوقعين الذين أحتاجهم؟ ما هي أنواع الكفاءات التي أحتاج إليها في مشروعي؟ عمليات الاختيار والتوظيف، على أي أساس أختار؟ بعض المشاريع يختارون على أساس أفراد العائلة، بعضهم الآخر يختار على أساس الكفاءة، والأفضل هو الاختيار على أساس الكفاءة والتخصص العلمي، والتوظيف وتقييم الأداء. عمليات النقل والفصل من الخدمة. تنمية موارد البشرية تعتبر من أهم الأنشطة وأكثرها تكلفة حقيقة، تكلف صاحب المشروع كثيرا، منها مثلا عمليات التأهيل والتدريب بمختلف الأنواع، سواء التأهيل والتدريب على آلة معينة، أو ربما تكون إعادة التدريب، التطوير الأداء الإداري للمستويات الإدارية مثلا، تقديم خدمات الأمن والسلامة للحفاظ على السلامة المهنية للموظفين. صيانة الموارد البشرية يعني في حال سافر أحد العمال أو فصل أحد العمال، يجب الاهتمام مثلا بتعويض هذا العامل بعامل آخر وبموظف آخر، مع الاهتمام بالخدمات الصحية والخدمات التعليمية والاجتماعية لهؤلاء الموظفين. كيف يكون جو العلاقات مع الموظفين؟ يجب على مدير المشروع أن يخلق جو أو يصنع جو من التوافق والانسجام ما بين المشروع وبين الموظفين، أو داخل جو الموظفين مع بعضهم البعض. أحيانا تجد بعض مدراء المشاريع يتبع قاعدة فرق تصمت، يعني يدب الخلاف بين الموظفين حتى لا يتفقوا عليه، لكن هذا الكلام خاطئ في علم إدارة المشاريع، والصحيح أن يكون هناك جو مودة وانسجام وتوافق بين الموظفين مع بعضهم البعض وبين الموظفين وإدارة المشروع. تقليل الشعور بعدم الرضا أو زيادة الشعور بالرضا، التأكيد على مبدأ المساواة في الأجور والعدالة من قبل الإدارة تجاه الموظفين. وهلأ وصلنا لآخر وحدة، الوحدة التاسعة، رح ناخذ فيها ورح نتشارك أنا وياكم بمثال تطبيقي عملي لمشروع صغير ندرس فيه كافة المراحل تطبيقيا. رح نتشارك أنا وياكم بمراحل إطلاق وإنشاء مشروع صغير. طبعا رح نبدأ من المرحلة الأولى، هي فكرة المشروع. أول خطوة يقوم فيها صاحب المشروع الصغير يقوم بالتأكد من فكرة المشروع أو تحديد فكرة المشروع، ما هي الفكرة التي سينطلق فيها ويحولها إلى مشروع، وسيكون المثال هنا فكرة المكتبة المتنقلة. إذا بعد تحديد الفكرة، فكرة المشروع، نقوم بدراسة الجدوى. لاحظوا مثلا دراسة الجدوى، مثلا هناك مصاريف تأسيس، هناك مصاريف دعاية وإعلان، هناك تكاليف الأصول الثابتة من مقاعد وكراسي وخلاف ومعدات وأجور، هناك إجمالي رأس المال المستثمر، إجمالي الإيرادات المتوقعة، تكاليف إيجار المكتب، ورواتب وأجور العمال الذين سيوظفهم صاحب المشروع، إجمالي الوقود للحافلات والعربات والآليات. إذا هذه تسمى دراسة الجدوى المالية للمشروع. المرحلة الثانية إجراء خطة العمل للفكرة المختارة. يعني بعد ما حددت الفكرة ودرست الجدوى المالية للفكرة، دراسة جدوى للفكرة، الآن نقوم بعملية إجراء خطة العمل للفكرة التي وقع الاختيار عليها. تحتوي هذه المرحلة على أول أمر اسم، اختيار اسم جميل للمشروع.
توفير فرصة عمل لعدد، مثلا وليكن اسمها مثلا مكتبة النور أو مكتبة الأمل أو إلى آخره. أهداف المشروع، يجب علي في هذه المرحلة أيضا أن أفكر بأهداف المشروع، ومنها مثلا توفير فرص عمل لعدد من الشباب المجتمع، تحقيق معدل عائد مناسب على الاستثمار، المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للأمام، تقليل المخاطر المالية المترتبة على الاستثمار في السوق إلى آخره. مثلا هنا من أهداف المكتبة النهوض بالحركة العلمية والبحث العلمي إلى مستوى أرقى، ربط نشاطها التكويني والتعليمي بالسياسة التنموية، تحقيق التوازن بين العلوم النظرية والجوانب التطبيقية، إنعاش التعاون والتبادل بين الخبرات مع مراكز أخرى مختلفة، تزويد الطبقات القيادية بالمهارات والمعلومات اللازمة والأساسية. إذن هذه من الأهداف، ويمكن أن تختار هنا أهداف مشروعك وفق ما تراه أنت مناسباً. أيضا في هذه المرحلة نكتب رؤية المشروع، ما هي الرؤية التي تطمح إليها من هذا المشروع؟ ما هو طموحك؟ ما هي الصورة التي تريد أن تكون عليها بعد 5 سنوات أو 10 سنوات أو حتى 20 سنة؟ مثلا هنا من مثال على هذا الأمر، أن نكون مكتبة لها بعد استراتيجي لتلبية احتياجات المجتمع في شتى الخدمات المكتبية المختلفة، والعمل على تحقيقها بشكل مهني واحترافي دقيق. ثم نقوم بكتابة من هم الزبائن المتوقعون لهذا المشروع. طبعا مكتبة زبائنها طلاب، زبائنها مدراء مؤسسات في القطاع الخاص والحكومي، زبائنها مهتمين بالعلم والثقافة. ثم نقوم بكتابة الخدمات التي يقدمها المشروع. ماذا يقدم من خدمات؟ مثلا بيع الكتب، تصوير الأوراق، تغليف الكتب، مثلا إعارة الكتب، طباعة الأبحاث والدراسات والرسائل. إذا كتبنا الآن الخدمات التي يقدمها المشروع، ثم ننتقل ما هو السوق المستهدف؟ ما هي المنطقة التي سأعمل بها؟ ما هي حدودها؟ ما هو طبيعة دخل هذه الفئة التي تسكن في هذه المنطقة؟ كم عدد أفرادها نوعا ما؟ ماذا يعملون؟ يعني أدرس السوق المستهدفة. الآن نتكلم عن مستوى التكنولوجيا، ما المعدات والآلات والأجهزة التي سأستخدمها في هذا المشروع؟ هل سأستخدم جهاز حاسب آلي؟ هل أستخدم جهاز ديسكتوب كمبيوتر عادي أم جهاز لابتوب؟ هل سيكون هناك طابعات، آلات تصوير، هواتف؟ هل سيكون هناك فاكس، انترنت إلى آخره؟ ما هو مستوى التكنولوجيا الذي سأستخدمه في المشروع؟ يمكن أن تحدد ذلك من الآن. ثم نحدد نظام الإنتاج. يتم نظام الإنتاج من خلال الخطوات التالية: أولا استقبال طلبات الزبائن وبيع المتوفر من الكتب. يتم توفير كافة احتياجات الزبائن بالتعامل مع أحد المكتبات الموجودة في المكان. عند توفير كافة احتياجات الزبائن يتم زيارتهم وتقديم حاجتهم واستقبال الطلبات الجديدة. بعد اكتمال عملية البيع يتم تكرارها ومن البداية وهكذا. ثم نقوم بعملية تقييم: كيف كان رضا الزبون؟ كيف كان أداء الموظف؟ إلى آخره. وظائف المكتبة، طبعا تقوم المكتبة بتوفير، ما زلنا نتحدث عن مشروع المكتبة، يقوم بتوفير المصادر الضرورية لروادها من كتب وأبحاث، توفير العنصر البشري المؤهل مكتبيا وتكنولوجيا، مساعدة الباحثين والطلاب للحصول على المعلومات المناسبة بأقصر وقت ممكن. نوع المشروع، ممكن أن نكتب نوع المشروع هو مشروع ثقافي، مشروع خدمي ثقافي. والهيكل التنظيمي أيضا من الضروري لمدير المشروع أن يحدد الهيكل التنظيمي للمشروع. وهنا المشروع الصغير لديه مخطط تنظيمي أو هيكل تنظيمي بسيط، مثلا المدير العام، أمين المكتبة، وتحت أمين المكتبة أو مع أمين المكتبة يعمل مساعد أمين المكتبة، ثم مسؤول تسويق ومبيعات، ثم سائق للسيارة المتنقلة. إذن كما شاهدنا هو هيكل تنظيمي بسيط جدا وواضح. تقدير الاحتياجات المالية للمشروع،
الآن طريقة التمويل ستكون من خلال مساهمة عدة أشخاص، كل شخص بمبلغ معين حتى يكون لديه مساهمة وشراكة في هذا المشروع. المرحلة الثالثة هي عبارة عن مرحلة تجهيز للقاعة من رفوف ومواد وكتب، ثم التصاريح والشكل القانوني المطلوب، الجهات الداعمة أو تأجير الأصول أو شراء الأصول، تحديد التنظيم الداخلي لكيف سيكون شكل المكتبة، ثم لسهولة طريقة العرض. الشكل القانوني للمشروع هو شركة تضامنية أو شركة مساهمة، يعني بسيطة. يتكون هذا الشكل القانوني من شريكين أو أكثر مسؤولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة ومستحقات الشركة. الجهات التي يمكن الاستفادة منها: شركة الدعاية والإعلان، الغرف التجارية والصناعية، جميع المؤسسات الحكومية، المكتبات المجاورة. موقع المكتبة، يعني سيكون هناك موقع متميز بالتأكيد في مكان مناسب، فيه تخطيط عمراني، هناك سكان مأهول، في بنايات، ويعني في موقع متميز من حيث التخطيط العمراني، متطور ومرافق متكاملة. التنظيم الداخلي للمكتبة، سيتم الاعتماد على الهيكل التنظيمي لتحديد التنظيم الداخلي لخط السلطة داخل المشروع، بما يحقق التناغم بين المدير والعاملين. إذا هناك تناغم ما بين المدير والعمال كما هو موضح بالهيكل التنظيمي السابق. لاحظوا هذا التنظيم الداخلي للمكتبة المتنقلة، وهو يخلق نوع من التناغم ما بين المدير والعمال. المرحلة الرابعة مرحلة الإدارة والتشغيل. في هذه المرحلة، أولاً إدارة الموارد البشرية، حيث يقوم بهذه الوظيفة المدير العام بجانب مهامه الأخرى، وتتمثل هذه المهام بالتالي: لابد بأي مشروع من شخص بمسمى وظيفي مدير الموارد البشرية، سواء كان هو نفسه مدير المشروع أم موظف آخر. يقوم هذا الشخص يقوم بالأمور التالية: مرحلة الإعداد للوظيفة، مرحلة ما بعد اجتياز المقابلة، مرحلة ما بعد التقاعد. ثانيا، إدارة التسويق. تقوم هذه الإدارة أو المسؤول عن هذه الإدارة بالأمور التالية: بتخطيط المنتجات، بوضع التسعير المناسب، الترويج والتوزيع والدعاية والإعلان. إذا هذه مهام إدارة التسويق في المشاريع الصغيرة: تخطيط المنتجات كيف سيكون مواصفاتها، ثم وضع السعر المناسب، ثم الترويج والإعلان عنها، ثم توزيع هذه الإعلانات والدعايات. ثالثا، إدارة الإنتاج. المشروع لا يقوم بعمليات إنتاج وتصنيع، ولكن يقوم بنشاط البيع كوكيل موزع للمكتبات الكبرى. رابعا، إدارة المشتريات. يقوم بهذه الوظيفة أمين المكتبة ومساعد أمين المكتبة، ويختصان بتوفير الاحتياجات للعملاء والزبائن والمواد، ماذا يحتاجون من كتب ومنشورات و دراسات حتى يلبوا احتياجاتهم. خامسا، الإدارة المالية. ويقوم بهذه الوظيفة المحاسب أو أمين المكتبة، حيث يقوم بجمع الإيرادات وحصر التكاليف وإعداد القوائم المالية للمشروع من خلال نظام مالي دقيق يبين فيه المصاريف والإيرادات شهريا أو سنويا. المرحلة الخامسة مرحلة التطوير وتحسين الأداء. يعد التطوير مرحلة أساسية من حياة المشروع، حيث أن أي مشروع يبدأ بمرحلة التقديم، ثم مرحلة النمو، ثم مرحلة النضوج والازدهار، ثم مرحلة الثبات أو الانحدار. في هذه المرحلة يتطلب الأمر إجراء عمليات التطوير، حيث يستعيد المشروع قوته وحيويته مرة ثانية، ويلبي احتياجات المستفيدين من خلال إجراء البحوث والدراسات وعمل المسح الميداني. قبل أن يتم تطوير المشروع، لابد من القيام بتحليل وفق مبدأ سوات للتعرف على نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. طبعا من أهم نقاط الضعف بالنسبة لمشروع المكتبة: ضعف الوعي عند المستهلكين بأهمية دور الكتاب في المجتمع، المخاطر التي تتعرض لها المكتبة،
من دخولها مناطق نائية أحيانا، هي طبعا بطبيعة الحال مكتبة متنقلة بسيارة، ممكن تتعرض لحادث، ممكن تتعرض لأمر فيه خطورة بالنسبة للمكتبة، أو حريق أو ربما ما شابه. نقاط القوة: وجود موظفين متخصصين، سهولة التواصل مع المستفيد، التواجد في الأماكن المتميزة. التهديدات: عدم معرفة الغالبية بأهمية المكتبة، البيع الإلكتروني عبر الشبكة، وجود المنافسين. بالنسبة للفرص: عدم توفر مكاتب متخصصة بالأماكن النائية، زيادة أعداد الطلاب بشكل مستمر. بعض الأفكار لتطوير المكتبة المتنقلة: مثلا تغيير حجم السيارة، وضع مظلات خارجية وكراسي سهلة الحمل توفرها المكتبة، ممكن وضع ماكينة صغيرة الحجم لتقديم المشروبات الساخنة والباردة. من الممكن أن يتم توفير مستلزمات أخرى غير الكتب التي يحتاجونها، كمراجع مثل مراجع الماجستير والدكتوراه وما شابه. قياس أداء المشروع: يتم قياس أداء المشروع بعدة معايير تتمثل في الآتي: أولا، ما هو معدل العائد على الاستثمار؟ درجة ومستوى رضا العملاء؟ وما هي الحصة في السوق؟ ما هو مستوى الأسعار؟ ما هو حجم المبيعات؟ وهيك بنكون أنهينا مادة إدارة المشاريع الصغيرة، وبنتمنى نكون حققنا أكبر فائدة لأكبر شريحة من المستفيدين. بإمكانكم تحميل المادة التدريبية المرفقة مع الفيديو التعليمي للحصول على أكبر فائدة مرجوة من مادة إدارة المشاريع الصغيرة، ويعطيكم ألف عافية.